بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 77 بعد 172. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. الأخ الذي استعرضنا بعض أسئلته عن طلب العلم في هذا السؤال، وهو من الأسئلة المهمة، يقول فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ما هي الأصول في طلب العلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأصول في طلب العلم كما قلنا أولا أن تختار المدرس الفقيه العالم التقي وتطلب عليه العلم. الأصل الثاني أن تخلص النية لله عز وجل. الأصل الثالث أن تبدأ بالمختصرات من العلوم في كل فن، تبدأ بالمختصرات ثم تتدرج منها. أصل الرابع الصبر على طلب العلم، ولا تمل ولا تسأم، لأنه يحتاج إلى صبر وطول وقت ومشقة، فعليك بالصبر. الأصل الخامس العمل بالعلم الذي تتعلمه. الأصل السادس أن لا تقف عند حد، بل تتزود من العلم ما أمكنك، ولا ترى نفسك أنك بلغت مرتبة تقول هذه تكفي. الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: أقول ربي زدني علما. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عندي 5 عمال على كفالتي، وأخذ منهم مبلغا عند نهاية كل شهر، وهم يعملون لأنفسهم، وهم عندي من 2 سنين، فما الحكم في ذلك؟ الحكم أن هذا لا يجوز، وأن كدهم لهم، وإذا لم يكن عندك عمل إنه لا يجوز لك استقدامهم، لأنه لا يسمح بالاستقدام إلا على قدر العمل الذي عندك، وأن تشغلهم تدفع لهم رواتب. أما أن تتاجر في كدهم وتأجرهم على الناس فهذا ممنوع، هذا فيه قرار من هيئة كبار العلماء من زمان بتحريمه، والنظام يمنع هذا. نعم. من أحرم يا شيخ متمتعا ولم يقصر أو يحلق لعمرته وأكمل مناسك الحج، ماذا عليه؟ لم تتم عمرته أو لا تتم عمرته إلا بالحلق أو التقصير، يحلق أو يقصر في أي مكان يكمل عمرته. وإذا كان حصل منه جماع في هذه الفترة فليذبح شاة في مكة يوزعها على الفقراء، لأنه فعل محظورا من محظورات الإحرام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: سمعت بأنه لا يجوز الرمي بالحصاة التي قد رمي بها، فهل هذا صحيح؟ وما الدليل عليه؟ مأجورين. لا دليل على هذا، ولكن لا يأخذ الحصى من الحوض يرمي بثاني. أما إذا وجد الحصى ساقطا في الوادي أو على الأرض فلا بأس أن يأخذه وأن يرمي به. نعم. هذا سائل يقول: في حجنا في سنة ماضية قوم ظلوا الطريق إلى مزدلفة، فلما أقبلوا عليها توقفوا وصلوا المغرب والعشاء الساعة 1:30 ليلا، ثم دخلوا مزدلفة في أذان الفجر وصلوا فيها الفجر، فهل عليهم شيء؟ ليس عليهم شيء، لأما دام الطريق حبسهم أو هم ضاعوا ولم يصلوا إلا آخر الليل ليس عليهم شيء في ذلك، لأنهم معذورون. نعم. يسأل عن خير الأسماء ما حمد وعبد، هل ورد هذا؟ وما هي أفضل الأسماء من جهة الآباء لاختيارها لأبنائهم؟ ليس الحديث بهذا اللفظ، الحديث بلفظ: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، حارث وهمام. وعلى الوالد أن يختار الاسم الحسن لولده، يتجنب الاسم السيء كحنظلة وعلقمة وحرب وما أشبه ذلك، يكره هذا، بل يسميه باسم حسن. ويحرم أن يعبده لغير الله كعبد الحسين وعبد النبي وعبد الرحمن
الرسول وعبد الأمير وما أشبه ذلك، حرام هذا. نعم. يقول: في صلاة الجمعة إذا فاتتني ركعة كيف أقضيها؟ إذا فاتتك ركعة تصلي مع الإمام الركعة التي أدركتها، فإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعة وتتم لك الجمعة لأنك أدركتها إدراك ركعة. نعم. يسأل يا شيخ هذا السائل عن أوقات النهي الذي لا نصلي فيها. كما جاء في الحديث أنها من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس، وعند قيام الشمس في كبد السماء محاذية للرؤوس حتى تزول إلى جهة الغرب ويدخل وقت الظهر، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. هذه أوقات النهي على سبيل الإجمال، أما على سبيل التفصيل من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيام الشمس في وسط السماء حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، ومن اصفرارها أو من صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، وعند تضيفها للغروب حتى تغرب. هذه خمسة أوقات بالتفصيل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما السنة عند دفن الميت؟ السنة عند دفن الميت أن يدخل اللحد من قبل رأسه، يعني يدخل إلى القبر من قبل رأسه، وأن يكون على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، وأن يكون القبر عميقا يمنع خروج الرائحة أو حفر الكلاب والسباع، ويستحب أن يكون لحدا بدل الشق الوسط. نعم. وما رأيكم في التذكير بعد دفن الميت يا شيخ؟ هذا لم يرد أن الرسول فعله باستمرار، إنما فعله مرة لسبب، وهي أنه وجد القبر لم ينتهي إعداده، فجلس حوله أصحابه ينتظرون إصلاح القبر، فوعظهم صلى الله عليه وسلم في هذه الأثناء. وأما إذا كان القبر جاهزا وشرعوا في الدفن فلا ورد أنه كان ينصح أصحابه أو يعظهم، وإنما الذي ورد أنه بعد تمام الدفن يقفون على قبره ويستغفرون له ويسألون له التثبيت، قوله صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا بعدما فرغوا من دفنه، هذا الذي ورد. نعم. جزاكم الله خيرا. بيع العينة ما حكمه وما صفته ومثاله؟ بيع العينة صفته أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من المستدين بأقل من ثمنها المؤجل، لأن هذا وسيلة إلى الربا، كأنه أعطاه دراهم مؤجلة بدراهم حال لها أقل منها، يعني المؤجل أكثر من الحال، وجعل السلعة حيلة على الربا، وسميت عينة لأنه رجع إليه عين ماله أو من العين وهو النقد الذهب والفضة، وهي حرام لأنه وسيلة إلى الربا. إنما الجائز عند جمهور أهل العلم مسألة التورق، وهي أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها حالا على غير من باعها عليه، ويرتفق بثمنها يقضي به حاجته، فإذا حل الأجل إنه يسدد للدائن ما بذمته له. هذه جائزة عند جمهور أهل العلم لأنها تتوافر فيها شروط البيع، السلعة تكون في ملك البائع قبل البيع ويستلمها المشتري يبيعها على غيره، فهي بيع صريح. نعم. هذا السائل الشيخ يقول: صلاة ركعتين قبل الدخول على الزوجة في ليلة الزفاف ما حكمه؟ ما هو قبل، هذا ورد يعني استحسانه، إذا دخل على زوجته وخلى بها فإنه يصلي ركعتين، يبدأ بصلاة ركعتين ويدعو بعدهما بأن يجعلها الله امرأة صالحة وأن يوفق بينهما إلى غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. يقول هذا السائل: ما الحكمة من تعدد الرسول صلى الله عليه وسلم في زوجاته، وما حكم التعدد في زماننا هذا؟ التعدد جائز الحمد لله، أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع ولا يزيد على أربع، أما الرسول صلى الله عليه وسلم إنه تزوج أكثر من أربع، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم مما خصه الله به، لأنه صلى الله عليه وسلم من أجل أن ترتبط به الأسر التي حوله ينتشر العلم، لأن نساءه عنده كالمدرسة تعلمن منه وينشرن علمهن على الناس ويسألهن الناس من بعده عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول هذا السائل: سورة تبارك هل تقرأ يوميا، وسورة ياسين هل تقرأ على الميت؟ ما ثبت أن ياسين تقرأ على المحتضر وعلى الميت، الميت لا يقرأ عليه شيء، إنما المحتضر ورد أنه تقرأ عنده سورة ياسين، ولكن
الحديث لم يثبت. وأما تبارك هي سورة عظيمة، وورد أن قراءتها تنجي من عذاب القبر، لكن المداومة عليها كل ليلة هذا لا أعرف أنه مشروع، إنما إذا قرأها بعض الأحيان احتسبا الأجر ففيها فضل، كما ثبت في الحديث أنها تنجي من عذاب القبر. نعم. يسأل الشيخ هذا السائل عن ضابط اللقطة وما حكم أخذها. اللقطة هي المال الضائع، إذا كان هذا المال من غير الإبل، الإبل لا يجوز التقاطها. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها صاحبها، فلا يتعرض لها ولا يتعرض لضالة الإبل إلا ضال كما في الحديث. وأما ضائعة الغنم إذا كانت في بر قد قال صلى الله عليه وسلم: هي لك أو لأخيك أو للذئب. وأما الأموال التي كالذهب والفضة والسلع والملابس وغير ذلك، فإذا كانت مما تتبعها همة أوساط الناس فهذه هي اللقطة، هذه هي اللقطة، وحكمها أنه يعرف علاماتها الفارقة ثم ينادي عليها في مجامع الناس وحال المكان الذي وجدها فيه لمدة سنة يعرفها، قوله صلى الله عليه وسلم: اعرف عفاصها ووكاءها. العفاص هو الوعاء الذي تكون فيه، والوكاء هو الخيط الذي يربط به فم الوعاء، هذه علاماتها، فيعرف هذه العلامات ويحتفظ بها وينادي من ضاع له مال ولا يسميه. ثم إذا جاءه صاحبه وذكر العلامات المعروفة عنده سلمها إليه، وإن مضى الحول ولم يأته أحد فإنها تكون لواجدها، إلا أنه ملك مراعى، متى ما جاء صاحبها دفعها إليه، لكن إذا لم يأتي فهي له. إلا لقطة الحرم فإنها لا تملك بالالتقاط، بقوله صلى الله عليه وسلم في أحكام الحرم: ولا تحل لقطته إلا لمنشد. وأما الشيء الذي لا قيمة له مثل التمرة، مثل الحبل القصير، مثل السوط القصير، مثل الأشياء التي ليس لها قيمة أو لا تتبعها همة أوساط الناس، فهذه يأخذها من حين يجدها ولا شيء فيها، لأنه صلى الله عليه وسلم وجد في طريقه تمرة سافطة فأخذها، وقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. نعم. يعني أقل شيء مثلا في اللقطة الشيخ من جهة النقود 10 ريال 5 ريال، الشيء الذي لا، النقود التي لا قيمة لها، قليلة جدا. نعم. مثل الهللة، مثل القرش، مثل هذه لا اعتبار لها. نعم. أحسن الله إليك شيخ. تقول السائلة: دعوت على ولدي فأصابته الدعوة في الصميم وندمت الآن، وهي تقول متندمة: كيف يتخلص ولدي من هذا الذي أصابه؟ هذا منهي عنه، أن الوالد يدعو على ولده ألا يصادف وقت إجابة، فأنت أخطأت في هذا، ولكن عليك أن تسامحيه وأن تدعي له بالخير، لعل الله جل وعلا أن يزيل ما أصابه. نعم. يقول: ورد حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ما ضابط الذنب؟ هل هي الكبائر أم الصغائر؟ كل الذنوب، الصغائر والكبائر، من تاب تاب الله عليه من أي ذنب، إذا كانت التوبة صحيحة تتوفر فيها شروط التوبة. أما إذا كانت توبة على اللسان فقط أو كان استغفارا على اللسان، إن هذا لا ينفع ولا يفيد شيئا. التوبة لها 3 شروط، وهي ترك الذنب والإقلاع عنه، والعزم أن لا يعود إليه، والندم على ما حصل منه إذا كان هذا الذي تاب منه حق للآخر أخذه منه أو ظلمه فيه، فإنه يرد المظلمة إليه أو يطلب منه المسامحة. نعم. تقول السائلة: بعد الغسل من الجنابة هل لابد من أن تتوضأ المرأة أو المرء كوضوئهم للصلاة؟ الأفضل والسنة أن يتوضأ قبل الاغتسال، توضأ وضوءا كاملا، يستنجي أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغتسل، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وإذا عكس بأن اغتسل أولا ثم توضأ بعده فلا بأس. نعم. لي زميل في العمل طلب مني سلفة مبلغ 10,000 ريال بقيت عنده سنوات، وهو فقير ولم أستردها
حتى الآن وأنا غني ولله الحمد، هل أقسمها يا شيخ من الزكاة؟ لا، الدين لا يحسب من الزكاة. الزكاة تدفع للمحتاج إليها دفعا، ولا يعتبر إسقاط الدين عنه من الزكاة، لأن هذا ليس دفعا له. يقول هذا السائل: رأيت أخطاء شائعة عند الذين يبيعون السيارات في المعارض، ومنها تلقي أصحاب السيارات الذين يريدون أن يبيعوا هذه السيارات، وكذلك الغش، فما توجيه الشيخ لهم؟ لا حرام، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى أن تلقى الركبان، ونهى أن يبيع حاضر لباد من أجل أن تحصل الفائدة لأهل السوق جميعا، فلا يتلقى الركبان ويشتري الجلب قبلهم، ولا يبيع لهم بل يتركهم يبيعون سلعهم على الناس يستفيد الناس منها. قال صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هذا أمر محرم. إذا تلقى الجلب واشترى منهم ثم قدم أهل السلع إلى السوق ووجدوه قد غبنهم وقد خدعهم، فلهم الخيار، يكون البيع غير لازم، لهم الخيار في ذلك. نعم. الغش والنجش في هذا البيع شيء؟ النجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وإنما يريد أن يرفع قيمتها على الزبائن، هذا هو النجش وهو حرام ومنهي عنه. وأما الغش فهو عام، الغش تدليس العيب، الغش بكتمان ما يجب بيانه في السلعة إلى غير ذلك. نعم. نختم هذا اللقاء بهذا السؤال لأحد الأخوات، تقول: شيخ، هل لابد من التساوي في العمر بين الشاب والشابة في الزواج؟ لأن بعض الشباب يحجم عن الزوجة المرأة الصالحة إذا كانت تكبره بسنوات قليلة. نعم، هو إذا توافقوا في السن أو كانت المرأة أصغر منه هذا أحسن، ولكن لا مانع أن الكبيرة تتزوج من الشاب، ولا مانع أن الصغيرة تتزوج من الكبير. الله جل وعلا أمر بالنكاح: أنكحوا الأيامى منكم، ولم يحدد السن في هذا، لا يجوز تحديد الأسنان في هذا، لأن هذا احتجاز لما أباح الله، وهذا تضييق للإنكاح الذي أمر الله به. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم أن ترضون دينه وأمانته أو خلقه فزوجوه، ولم يحدد سنا معينا. فإذا تقدم كفء ورضيت به المخطوبة فإنه يزوج بها ولا تمنع. إذا أتاكم أن ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه فإنه تكون فتنة وفساد في الأرض كبير. نعم. شكر الله لكم الشيخ صالح، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية، وقد أجبتم مشكورين على أسئلتي واستفسارات الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. هذه تحية من مهندس الصوت الذي سجل هذا اللقاء، عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.